लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, लेकिन अब your sense of humor when you don't have my sense of humor at all. Hare 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 hum to shosh ko jana hai madam logo ruke hina ji انبأ من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهنديه. رحيل مفجع لممثلة شابة في عمر الزهور يهز الهند وعالم بوليوود، ورسائل مؤثرة تكتسح مواقع التواصل الاجتماعي. جايا باتشان تحتقر ابنها أبهيشيك زوج إشواريا راي أمام الجميع في حضور ابنتها وحفيدتها، والمعجبون يعلقون بقوة. هجوم قوي على أبناء المخرج كاران جوهر بدون زواج، وتصريح حصري لكاران يوضح موقفه مما حدث. نجوم بوليوود ونجوم الدراما الهندية في حفل توزيع جوائز الذهبية والإعلان عن قائمة الفائزين. لقد أصبح أبناء المخرج كارن جوهر التوأم ياش وروهي عرضة للتنمر وسخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بسبب إنجابهما بدون زواج، إذ خرج كارن جوهر بتصريح يوضح موقفه من ذلك، وأكد على أنه من بين المشاهير الهند الأوائل الذين أنجبوا أطفالا بدون زواج وعن طريق تأجير الأرحام، إذ علق قائلا: عندما كان عمري 40 عاما سألتني والدتي عن خطط حياتي لأن الزواج لم يكن مطروحا، فأخبرتها أنني أردت حقا إنجاب الأطفال لكنني كنت سأضيع وقتي. كما أضاف قائلا: لقد كان انسحابي من تويتر قرارا غريزيا اتخذته عندما بدأت أقرأ الإساءات عن أطفالي. أسيئوا لي وقولوا ما تريدون، لكن ابتعدوا رجاء عن أطفالي. لقد أساءوا أيضا إلى والدتي، كان أطفالي في الخامسة من عمرهم في ذلك الوقت عندما اتخذت القرار. لا أريد أن أقرأ أي شيء عن أطفالي، هذا يحطم قلبي ليس فقط كوالد ولكن أيضا كإنسان. لقد قامت نافياناندا حفيدة النجمين أميتاب باتشان وجايا باتشان بإطلاق برنامج حواري على قناتها الخاصة، واستضافت في حلقتها الأولى كل من جدتها جايا باتشان ووالدتها شويتا باتشان، إلا أن هذه الحلقة أثارت الجدل بين صفوف المعجبين بسبب تصريحات جايا الصادمة حول ابنها أبهيشيك باتشان، إذ أنه في نهاية العرض سألت نافيا والدتها شويتا قائلتان: لماذا لم تعطي الكثير من الآراء اليوم؟ فأجابت شويتا قائلة: لأن الكثير من المواضيع التي كنت تتحدثين عنها لم أكن متعلمة فيها ولم أرغب في فتح فمي وأبدو كالحمقاء. لتجيبها نافيا قائلة: بالعكس، أنت شخص ذكي جدا ورأيك محل تقدير كبير. لتتدخل جايا قائلة: شويتا إنها قوتي. لتتابع قولها قائلة: إنها مصدر قوتي أكثر من ابني أبهيشيك، لا أعرف السبب لكنها مصدر قوتي. إذ اعتبر المعجبون أن علاقة جايا باتشان بابنها أبهيشيك وزوجته إشواريا راي ما تزال متوترة نوعا ما، في حين عاب الكثيرون على تصريح جايا باتشان لكون أن تصريحها هذا يعد تمييزا وإهانة في حق ابنها، ولا يجب أن تقارن بين أبنائها بهذه الطريقة. Stop! Stop!
لقد استفاقت الهند هذا الصباح على خبر جعل نجوم بوليوود وعالم الدراما الهندية في حالة صدمة شديدة، وهو رحيل الممثلة الهندية وعارضة الأزياء بونام بانداي عن عمر يناهز 32 عاما بسبب سرطان عنق الرحم. اتشهدت بونام هذا الأسبوع في حدث في جوا، وتحدثت إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام عن مدى تفاؤلها بالحياة رغم معاناتها مع هذا المرض، إذ أحدث خبر رحيلها المفاجئ حزنا عميقا في قلوب النجوم والمعجبين. وانتقل العديد من نجوم بوليوود ونجوم الدراما الهندية إلى حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعراب عن أسفهم الشديد وتقديم واجب العزاء لعائلة بونام، وعلى رأسهم هيلي شاه، أليشا بانوار، منور فاروقي، كاران كوندرا، تيجاسوي براكاش، علي غوني، وكانغانا رانوت التي علقت بتأثر قائلة: رحيل الممثلة وعارضة الأزياء الهندية بونام بانداي عن عمر يناهز 32 عاما بسبب السرطان. إنه أمر محزن للغاية فقدان امرأة شابة بسبب السرطان، إنها كارثة. بعد أن احتضن حفل فيلم فير أشهر نجوم بوليوود، تم تنظيم اليوم حفل آخر، وهو حفل توزيع الجوائز الذهبية لعام 2024 في مومباي، والذي ضم أشهر نجوم بوليوود ونجوم الدراما الهندية، وعلى رأسهم كارتيك أريان، راكول بريتسينغ، هينا خان، سوشميتا سين والآخرون. إذ حصلت هينا خان على جائزة الشخصية الرائدة لعام 2024، وكارتيك أريان أفضل ممثل فيلم النقاد. إليكم هذه المقاطع. रकुल जी, रकुल जी ऊपर ऊपर जाएंगे। रकुल जी सेंटर में, यहाँ पे सामने मैम। रकुल जी इधर लेफ्ट साइड चालू करिए। रकुल मैम सेंटर में। अरे हटना सामने से।